عسلامة عسلامة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. وصفتنا لليوم ان شاء الله باش تكون لفريزي. وصفة سهلة برشا وبسيطة، مراحلها زادة بسيطة وسهلة. للناس اللي تحب الفريز برشا، دي السير ياسر ياسر سهل وبنين على الاخر. ننصحكم بالحق تجربوه، معناه بالحق هو طيارة على الاخر بصراحة. من ابن اللي دي السير اللي ممكن نذوقوهم، ابن حتى من اللي تشيز كيك، من انواع اللي تشيز كيك الكل. زينتو كيف ما تشوفوا من الفوق الفورمه نتاع علم تونس، بما انه اني تونسيه. دونك ذاك غناش شوكولا بلون مونتي، نهبطه لكم في فيديو منفصل. المنظر نتاعها من الداخل، خاطرني قصيتها طريه، يعني قصيتها دوبا ما كملت صنعتها، ديريكت قصيتها ما خليتهاش لين تشد روحها. قوامها ثابت بدون جيلاتين كيف ما تشوفوا، ممتازه ولذيذه جدا ورائعه، بالحق رائعه رائعه، ننصحكم تجربوها. على باز كريم موسلين، وتنقل لكم معناها شنو في وسطها. كريم موسلين زاده كيف كيف، تلقاوها في فيديو منفصل، اليوم تاعو تلقاوه في صندوق الوصف. لهنا اول حاجه باش نبداو بها اللي هي الجينواز. اخترت لكم ريسيت السهرة على الاخر، وهي ريسيت دو باز نتاع اي جينواز في العالم من ابسط ما يكون. المقادير هي كالاتي: 4 بيضات من الحجم المتوسط، نحطوا عليهم رشه ملح، ونحطوا عليهم 125 غرام من السكر. تو في صندوق الوصف باذن الله نحط لكم المقادير نتاع اذا كان حبيتوا تعملوا، ولا في فيديو منفصل خير تنصور لكم الجينواز بالتفصيل، معناها قداش تختلف المعايير كيف تزيد البيض، قداش يزيد الدقيق والسكر. نرجعوا للوصفه هذه: 4 بيضات، 125 غرام سكر، فانيليا ورشه ملح، نقعدوا نركضوا فيهم لين يولي القوام تاعها موس وخفيف وفلافي هكاك. تركضوهم مليح مليح، مش بالضروره يكون عندكم فوي كبيره، تنجموا حتى بالامام يعني تركضوهم بالضرب الكهربائي. المهم يلزم تركضوها مليح لين يولي بالقوام هذاك. هذه جينواز سامبل من ابسط ما يكون لجينواز في العالم، بدون زيت بدون زبده بدون يعني مكونات معقده، مكونات متوفره في كل منزل. هذه البيض والسكر والفانيليا ورشه الملح، بعد ما ركضناهم تفرج القوام تاعهم كيفاش ولا خفيف على الاخر. لهنا سرعت الفيديو باش ما نستغلش برشا من وقتكم، ما ناخذش برشا من وقتكم. شوفوا كيفاش يعني بالحق خفيفة على الاخر. نخلت فوقها 25 غرام من نشاء الذرة، ومع 100 غرام من الدقيق. تنجموا تعملوا جوست 125 غرام فارينة وكهو، لكن راهو كي تحطوا نشاء في الجينواز راهو يعطي، خاصة كي يبدا فما دقيق جميع الاستخدامات، يعطيها خفة هايلة ورائعة رائعة جدا. ننصحكم تجربوها. هذه بالنسبة للريسيت الجينواز نتاعي بدون خميرة زادة. ومن بعد تالي باش نحط الجينواز في طبق نتاع الفرن، وتبقى لهنا اللي استعملته 30 على 40. ومن بعد تالي باش نقص لي دو سيركل اللي باش نعمل بيهم الفريزيي اللي كنتوا تشوفوا فيها من بكري. دونك لهنا نبسطوا الخليط نتاع الجينواز معناها بالتساوي على الطبق، طبق كما قلت لكم 30 على 40. المقادير بسيطة كيف ما قلت لكم، نعاود نقول لكم المقادير: 4 بيضات، رشة ملح، فانيليا، 100 غرام من الدقيق، و 25 غرام من نشاء الذرة فقط، لا أكثر ولا أقل. بيض، نشاء، دقيق، سكر، ورشة من الملح والفانيليا أو عطر متاع روح البنان، لكم حرية الاختيار. بعد تالي دخلت الجينواز طيب عادي في الفور لمدة ربع ساعة على 160 ولا 150 درجة، كل واحدة قوت الفور متاعها. لهنا خذيت 150 غرام ولا مليليتر كيف كيف من كريمة الخفق، استعملت الماركة فانواز، خاطر ديما كريمة الخفق متاع المصدر النباتي القوام متاعها ثابت أكثر من مصدر الحيوان. لكن البديل متاعها ينجم يكون الكريم فريش متاع فيتالي، بالذات متاع فيتالي، خاطر فيتالي تنجم تركضها تولي كيف الكريم شانتي، وإلا كيس واحد من الكريم شانتي تركضوه مع 100 مليليتر حليب. اختاروا عندكم 3 احتمالات: يا إما تاخذوا جوست كريم ليكيد وتركضوه يولي بالقوام هذاك، وإلا قرطاس واحد من الكريم شانتي اللي هو 40 غرام، يعني كريم شانتيه تركضوها مع 100 مليليتر حليب، والا علبه من الكريم فريش ولا القشده الطازجه العاقده ذيك تخفقوها لين تولي موس كيفنا هكاكا، وتخدموا بها عادي. العلبه الواحده من فئه وزن 15 سنتيلتر اكاهو، ونخلطوها مع الكريم موسلين اللي ديجا كنا حضرناه في فيديو سابق. تو نخلي لكم الرابط نتاعو تحت في صندوق الوصف، الكريم موسلين زاد كيف كيف، وصفه سهله جدا بدون جيلاتين بطبيعه. روسيت الفريزي هذه بدون جيلاتين كيف ما شفتوا في العنوان.
من ابسط ومن اسهل ومن الذ ما يكون، بالحق من الذ ما يكون. باللي نحكي لكم على البنه معناها شيء كبير، ذاقوها الكل، الناس كل في العائله ما شاء الله عجبتها الناس كل بالاجماع، يعني خفيفة وبنينة على الاخر. هذه الجينواز نتاعي بعد طابت وقصيتها سيركل، شوفوا قديش مخفها وقديش طرية وسبونجي. تون هبط لكم فيديو منفصل على الحكارات نتاع الجينواز، معناها بكميات البيض قديش يوليو الحكارات، معناها المقادير. ناخذوا سيركل والا كاري والا حسيلو تاخذ شكل دائري ولا مستطيل ولا مربع، لكم حرية الاختيار، لكن ديما الفريزيه ازين واشب كيف تعملها، معناها الفورمه نتاع دائره. هنا عندي سيركل القطر نتاعها 30 سنتيمتر، وذيك اللي توسع وتفيق القطر نتاعها ما يفوتش معناها 28 سنتيمتر. دونك الكميه هذه مستانسه نعملها ديما في 30 سنتيمتر، تجيني قد قد المقادير كل قد قد، كسوا للكريم موسلين اللي ركبت، معناها ما نخليش ما تفضل لي حتى شيء. لهنا ناخذ الفريز، يكون فريز مستحسن مزيان ويكون الفورم كله قد بعضه، نقصوا انصاف ونرصفوا على داير ساير. ديما الجينواز تخليه احكار نتاع سنتيمتر باش ترطبوا الفريز نتاعكم، ولا اقل شو سنتيمتر ولا اقل شويه من سنتيمتر. وبعد تالي نسقيها لهنا. بالنسبه للسيروم اللي سقيت به الجينواز، هو عباره على زوز كيسان ماء، كاس من السكر، سكر عادي حبيبات، حطوهم على النار لين يذوب السكر. لهنا ملاحظه راني حطيت قطرتين من روح البرتقال، من روح تيبله، من روح الموز، روح البنان، حطيت قطرتين من روح البنان. صدقوني روح البنان في الجينواز لي سابلي معناها من ابن ابن ما تذوقوا، من الحاجات اللي عمركم ما تندموا عليهم. ديجا لابوني نتاعي لقدم الكل مجربين الحكايه هذه وبعثوا لي معناها تعليقاتهم، يعطيكم الف صحه على التطبيقات اللي تبعثوا لي فيهم، فريمون برافو بالحق. ما نسخيبش اللي فما معناها ناس متابعين معناها عاشقين للوصفات بصراحه نتاعي، يعطيكم الصحه ويرحم والديكم ان شاء الله على التعليقات الحلوه والمزيانه اللي تقدموا لي فيها. لهنا باش نسهل العمليه، عبيت الكريم موسلين ومع الكريم فويتيه ديك معناها كيما نقولوا احنا البات اللي باش نحطها في الزينه في بوش باش تسهل عليا الخدمه. وبديت اول حاجه نسد فك الفراغات اللي موجوده ما بين حبات الفريز، حبات الفراوله والجينواز وكل شيء، وتعملوا طبقه جوست رقيقه كيف ما تشوفوا، جست تغطيوا الفريز وتغطيوا الجينواز نتاعكم، يعني بدون مبالغه اعملوا طبقه رقيقه. مستحسن يكون زاد البوش ما يكونش الثقب نتاعو واسع، يكون الثقب نتاعو معقول. ولهنا باش ناخذوا فريز مقطع او الفراوله مقطعه. ملاحظه الفراوله لهنا ما حطيتش فيها سكر، لكن حطيت فيها ملعقتين اكل من ماء الزهر، هذه نقطة اختيارية تنجموا تعملوها تنجموا لا. أما الفريز في تونس يتفهم برشا مع الماء الزهر، توينسا كل يعرفوا الحكاية هذه. دونك ومن بعد تالي نزيدو نسكروها من الفوق بالكريم موسلين اللي ديجا كيما قلت لكم الوصفة نتاعها موجودة. لهنا طبق 30 على 40 عملت لي جينواز معناها بالحجم هذاك. لهنا ملاحظة كي تحطوا جينواز الثانية حاولوا تضغطوا عليها برفق باش تدخلوا هاك الكريمه ذيكا، تزيدوا تضغطوا عليها باش كل حاجه تشد بلاصتها وما تخليناش فما فراغات هواء ولا حاجه لا قدر الله يعني يكونوا موجودين داخل الفريزي نتاعنا. ومن بعد تالي نكملوا بطبقه نهائيه من الكريم هذيك. ديجا هاكم تشوفوا قلت لكم محسوبه قد قد، معناها الكريم جاتني قد قد. كي يبدا السيركل نتاعكم 30 سنتيمتر وراي نتاع عائله 30 سنتيمتر ما شاء الله تفرق للعائلة كله ما شاء الله تجيكم، معناها كانت تقسموا مثلثي. ونحاولوا نستويوا الوحدة متاعنا، وحطيتها ترتاح لمدة نصف ساعة في المجمد لأني كنت يعني مزروبة برشا، وكان يلزمني نعمل الكريم متاعي. دونك جيتي أوبليجي باش نحطها في المجمد لمدة نصف ساعة باش القوام متاعها يثبت شوية. دونك لهنا ناخذ باش نزين به التوبينج من الفوق. خذيت 250 غرام شوكولاتة بيضة مع 150 مليلتر من كريم ليكيد، 150 وركضتهم مع بعضهم ساعة ذوبتهم في الميكروووند. ومن بعد تالي ركضتهم باش ولاولي غاناش شوكولا بلون مونتي كيف ما تشوفوا فيه القوام تاعو ثابت كاينو كريم شانتيي.
دونك وبالتالي زينت به جوست التوبينغ من الفوق، زينتها على شكل علم تونس كيف ما شفتوا. نتوما تنجموا تستغناو على المرحله ذيك نهائيا وجوست زينوها بكعبه فريز والا كولي نتاع فريز عادي، لكم ديما حريه الاختيار وحسب الذوق نتاعكم. وهذه كانت وصفتي لليوم، ان شاء الله يا ربي الوصفه تكون نالت اعجابكم وتجربوها وتبعثوا لي زاد التطبيقات نتاعكم وتشاركونا وصفاتكم على جروبكم وجروبي صنفه ونصف. مرحبا بالناس الكل، ما تنساوش باش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب ولا اشتراك ولا سابوني للقناة. ومرحبا باللي زارونا الناس الكل جدد. وتو ما بقالي كامش نقولكم الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر ووصفة جديدة وبنة اخرى. بسلامة.